إلى العراق المجاورة، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محيط قرية محررة عاد الحدود الإدارية مع محافظة صلاح الدين. أوضحت مصادر أمنية بالمحافظة أن قوة أمنية مشتركة من الحشد الشعبي والعشائري أحبطت محاولة تسلل الإرهابيين بعد رصدهم من قبل نقاط المراقبة المتقدمة، مشيرة أنه قد تمت مطاردة هذه العناصر مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.